السلام عليكم، حياكم الله ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. في حلقة اليوم سنقوم بمراجعة مكبر صوت صغير وقوي للحاسوب المكتبي واللابتوب، إذا ابقوا مع فتح العلبة. تجدون في محتويات العلبة أولا مكبر الصوت نفسه، وهو مكون من جزئين مع الكيبل الخاص به. ثانيا ورقة التعليمات باللغة الصينية، ولن تحتاجها بمشاهدة هذا الفيديو. إذا هذا هو مكبر الصوت السلكي خاصتنا، وهو ماركة نيي A1. حقيقة لا أدري كيف يختار الصينيون هذه الأسماء. وهو يأتي باللون الأسود مع حلقة بيضاء من الأمام، ولكنه متوفر كذلك باللون الأبيض كما في الصورة. ويأتي كل مكبر بوزن 117 جرام، ويأتي بالأبعاد 72 على 72 على 72 ملي، أي على شكل مكعب. ويأتي هذا المكبر بمضخمي صوت لكل مكبر، واحد من الأمام وواحد من الخلف، مما يعطينا قوة أكبر للصوت. هذين المكبرين مرتبطين بكيبل بطول 1.3 متر. في نهاية هذا الكيبل نجد مدخل USB لتزويده بالطاقة، ومدخل 3.5 ملي من الجاك لإدخاله في الحاسوب ونقل الصوت. وفي وسط هذا الكيبل نجد زر رفع وخفض الصوت على شكل حلقة دوارة. هذا الجهاز موجه خصيصا لأجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة كاللابتوب. إذا ندخل المدخل USB في الحاسوب، ثم الميني جاك كذلك في الحاسوب، ونضع المكبرين على المكتب بجانب الحاسوب، وإن كان لابتوب نضع المكبرين على جانب الحاسوب للحصول على أداء أفضل. وبالنسبة لي سأجرب هذا المكبر على حاسوبي المحمول، حيث أن الصوت فيه ضعيف نسبيا، وسأعرض عليكم مقطع صوتي من مكبر صوت الحاسوب، ثم بعد ذلك باستعمال هذا المكبر. إذن هذا المقطع هو من مكبر صوت الحاسوب. وهذا نفس المقطع مع هذين المكبرين. إذن كما لاحظتم فالحواسيب المكتبية أو المحمولة غالبا ما تأتي بمكبرات صوت ضعيفة، وإذا كانت لديكم ميزانية متواضعة ولم تستطيعوا شراء نظام صوتي قوي، فهذا المكبر يعتبر من أفضل الحلول، خصوصا مع ثمنه المنخفض 9 دولار في وقت تصوير هذا الفيديو. وحقيقة والصوت فيه قوي كما لاحظتم ومسموع بشكل جيد داخل الغرفة، كما أن البيز فيه حاضر أيضا لمحبي الموسيقى. استعمال هذا المكبر كذلك مع أجهزة التلفاز إذا كان مكبر التلفاز ضعيفا، وذلك بتزويده بالطاقة من مدخل USB الموجود في التلفاز وإدخال المين جاك في التلفاز. وأخيرا يمكن كذلك استعمال هذا المكبر مع الأجهزة المحمولة، هاتف ذكي، تابلت، آيباد إلى آخره، ولكن ستحتاج إلى تزويد المكبر بالطاقة بواسطة شاحن 5 فولت، مما يمنعك من الحركة مع هذه الأجهزة. إذا في الواقع يمكن استعمال هذا المكبر مع أي جهاز يدعم مدخل مين جاك، وهو يشكل قيمة جيدة مقابل السعر. وهذه المكبرات هي ليست بقوة مكبرات لاسلكية مثل أنكر ساند كور 2 أو مكبر زيلوت اس 53، اللذان قمت بمراجعتهما في فيديو سابق، وسأترك لكم روابط مراجعة في وصف هذا الفيديو، ولكن مكبر صوت هذا يشكل قيمة جيدة مقابل السعر. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.